مالك يا سعد؟ مهموم ليه يا حبيبي؟ تفتكر يا ام انا ممكن اكون ما بخلفش؟ ليه يا حبيبي بتقول كده؟ ما هي رشا مش حامل لغايه دلوقتي. عادي، هو انتوا فاكرين نفسكوا ارانب؟ ممكن يتاخر الحمل بدون اي مشاكل. وبعدين انا مش قلت لك يا سعد يعني ممكن تتاخر سنه ولا اتنين لغايه ما تعشوا بعض كويس وتعرفوا بعض من غير ما تقولي. ده اللي حاصل. بركه انه كده يا اخويا. ده كلام يا امي؟ يعني انت عايزاني اعيش في الدنيا دي من غير عيل افرح بيه ويشيل اسمي؟ انا قلت كده يا حبيبي، انا بقول يعني تتروى شويه عشان لما تيجي تزرع زرعه تطلع زرعه صح، بدل ما تزرع في ارض بور تجيب طرح مخوخ. يعني انت شايفاني في الحاله دي وقاعده عماله تقولي لي بور ومخوخ؟ انا ناقص تخويخ؟ انا امال اقول لك ايه بس؟ طب بقول لك ايه، بدل ما انت زعلان قوي كده يا حبيبي روح حلل، شوف نفسك واطمئن عليها. اه ما انا هحلل، انا لازم احلل. اه ده من باب الاطمئنان بس. يعني تتكسر؟ هو بابا اشرف هيجي. هو كلمني يا حبيبتي وقال ان هو على وصول. بابا اشرف مين؟ اشرف اخوك. الله، هو مش اشرف عنده ولد ولا انا بيتهيألي ولا يكونش اتجوز تاني وخلف دي امتى ولا ايه؟ فلا الله ولا فالك يا شيخ، دي بنت واحده معرفته وجايه تقعد عندنا يومين. ايوه قولي لي كده، انا اتلخبطت لخبطه غريب. تعالي تعالي، ايه القمر ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. قولي لي بقى انت اسمك ايه؟ اسمي حياتي. وانت؟ انا اسمي سعد. تاخد بنبني يا سعد حبيبتي. وتقولي لي ما خلفش يا امي، حرام عليك. ربنا يقدم لك اللي فيه الصالح يا ابني. بصي بقى، انا هاكل الكيس ده كله وانت تاخدي واحده بس عشان مش كويس عشانك. لا ده بتاعي. لا لا ده بتاعي انا. ده لا بتاعي. بلاش غلاسه بقى، ده بتاعي. تسلمي لي يا ام وليد، كتر خيرك انك جيتي تساعديني. ده واجب عليا يا استا حنان، ده انت من ريحه الحبايب. الا قولي لي يا ام وليد، جدل جوزك عامل ايه معاكي؟ دي من ساعه سناديم جوزك الله يكرمه ما جابه في الحكايه اياها وقبضه 5000 جنيه واحنا متبشبشين على الاخر. حكايه ايه؟ لو انت ما تعرفيش. لا ما اعرفش. مس نديم جاب جدل عشان يمثل دور. يمثل دور فين؟ في الحقيقه. على مين؟ على واحده ست اسمها نعمة. نعمة؟ عملوا عليها فيلم وفهموها ان جدل موظف في الشهر العقاري واسم الله عليه سناديم بعلاها باع كده وكده يعني عشان تحول له فلوسها في حسابه. كمان حولت له فلوس؟ ده جدل جوزي بيقول ان حولت له فلوس ياما. ده اكيد. هو انت زعلت ولا ايه يا استا حنان؟ لا ابدا يا ام وليد، كتر خيرك ان عرفتيني الحقيقه مادام انا كنت قاعده على عمايه. هبوس ايدك يا استا حنان، ما حد يعرف اللي انا قلتهولك ده خالص، عشان خاطري ده كان جوزي يطلقني فيها. طمني يا ام وليد، الحق مش عليكي، الحق على اللي عامل فيها موسى وهو فرعون. اعقلي يا نوره وما تهديش البيت. انت اللي طربقته على دماغنا يوم مرضيت بالقرش الحرام. انا عايز اضمن لنا مستوى اجتماعي كويس. عايز تضيعنا دنيا واخره عشان شويه منظره. منظره؟ هي العيشه الحلوه تبقى منظره؟ يا بنتي في ناس بتموت من الفقر وبينداس عليها، احمدي ربنا بقى علمت فيه. احمده واشكر فضله انه بينك على حقيقتك بدل ما كنت ضيعت عمري كله معاك. ياه للدرجه دي؟ يا خساره، كنت فاكرك مختلف لكن طلعت زي الباقيين. بطلي بقى كلامك المثالي ده وفوقي، احنا في زمن ما يعرفش الرحمه. يمكن انت ما حسيتيش بحاجه زي دي لانك طول عمرك مولوده وفي بقك معلقه ذهب. انما انا لا، انا ياما نمت من غير عشاء، ياما اتمنيت ان كل لمبه تنور لي لوحدي بدل المذاكره في الشوارع وتحت العواميد. عارفه يا نوره ايه المشكله اللي بيني وبينك؟ انك طول عمرك باصه للدنيا من فوق، انما انا شفتها من تحت. عشان كده انا ما عنديش استعداد ابني يشوف اللي انا شفته. انا عندي يموت في بطنك ولا ان ينزل ويتعذب بفقر. ياه للدرجه دي الفلوس مهمه عندك قوي كده؟ الفلوس هي الحياه. انا لو معايا فلوس همتع نفسي ومتعك ومتع ولادنا، لكن لو معيش ساعتها ممكن افكر اقتلكم من شده الفقر. تقتلنا؟ هو انت ما سمعتيش عن الناس اللي بتقتل عيالهم عشان مش لاقيين ياكلوا؟ تباع لي ابننا بكام يا رؤوف؟ ايه؟ ابيع لك؟ ايوه انا عندي الفلوس وانت ليك حق في ابننا اللي جاي، وانا مستعده اشتري حقك ده فيه ونفترق. ايه التخاريف اللي انت بتقوليها دي؟ انا لا يمكن اعمل كده، وبعدين ده عرض غير مشروع. هديك 2 مليون على المليون اللي معاك
وتتنازلي عن ابننا تنازل لا رجع فيه. ايه؟ هتكتبيه باسم واحد تاني ولا ايه؟ حاشا لله، انا برضو بعرف ربنا هيكتب باسمك، لكن حضنته والوصاية عليه لحد ما يكبر هتكون عليا انا، ومالكش حق تشوفه الا باذن مني. انت ازاي تعرفي ربنا وانت عايزه تفرقي بين اب وابنه؟ هديك 5 مليون يأمنوا لك مستقبلك لآخر العمر، وابني بقى يا سيدي اعتبره بعد الشر مات في بطني. بعد الشر يا شيخ؟ مش انت اللي بتقول ده؟ لو انا فقير، انما انا لو غني اكيد هبقى عايزه يعيش معايا. الدنيا ما بتديش كل حاجة يا رؤوف، في لحظات لازم علينا نختار فيها بين الحاجات ونحسم امرنا. انا مش متخيل انت ازاي بتعرضي عليا عرض زي ده. اخر كلام هخليهم 10 مليون، لو قبلت هنتمم الموضوع مع المحامي، ولو ما قبلتش بقى ابني برضه هيفضل في حضني، وتبقى تاخده ده لو عرفت تاخده بعد السن القانوني. ده تحدي بقى. انا دلوقتي بطلب منك بالتراضي، انما لو فشلنا فانا عشان مصلحه ابني ممكن اعمل اي حاجه. يعني مفيش امل نكمل مع بعض؟ اللي انكسر عمره ما يتصلح يا رؤوف. قلت ايه في العرض بتاعي؟ سيبيني افكر. هم يا جمال. لا مش هيكون. وبعدين معاكي بقى يا حبيبتي يا سماح، حتى يوم الاجازه بتاعتك تعبى نفسك؟ ده احب ما عليا الاطفال، دول احباب الله يا ماما. يلا بقى يا حبيبتي جدعني، عشان تجيبي لنا بنت بنوته حلوه كده زي حياه بالظبط. يسمع من بقك ربنا يا ماما. يلا يلا يا حبيبتي عشان تتغذي. لا الله، انت مش عايزه تكبري ولا ايه؟ انا عايزه بابا اشرف. يا حبيبتي بابا اشرف في الشغل. خلاص لما يجي ابقى اكل معاه. وافرض يا حبيبتي اتاخر، مش هاكل غير لما يجي وياكلني بايديه زي ما هو بيعمل. يو ما انا باكلك بايديا اهو. انا عايزه بابا اشرف. وبعدين بقى بلاش دلع، انا هجيبهولك منين دلوقتي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى يا سيدي شوف، الست حياه رافضه تاكل من ايد اي حد الا من ايدك انت. ايه ده؟ ايه اللي انا بسمعه ده؟ هزعل كده خالص. خلي بالك اي حد في البيت ده يقول لك كلي تقولي حاضر على طول. اوكي اوكي يلا سبقيني على السفره وانا اغسل ايدي واجي لك عشان اعمل لك مفاجاه جامده قوي. هنروح الملاهي بجد؟ ايوه يلا. ربنا يديك على قد نيتك يا ابني. يا دوبك هروح اجهز نفسي. رايحه فين؟ اصل رؤوف كلمني وشكله كده خد قرار وعايزنا نتقابل مع المحامي. معقوله يا نوره ما تقوليليش عشان اعمل حسابي واجي معاكي؟ معلش، مختار وسعد هيعدوا عليا وهنروح سوا. ايه المفاجاه الغريبه دي؟ معقوله مختار وسعد مجتمعين مع بعض؟ مش اختهم وهم رجالتها؟ لازم يكونوا سند ليها طبعا. خلاص يا حبيبتي انا كمان هاجي معاكي. طب وليه عايز تزعل حياه؟ وبعدين مختار وسعد جايين معايا، ما تقلقش لو احتجتك هكلمك. نوره لما تخلصوا قولوا لي وصلتوا لحد ايه. ربنا يا بنتي خرجكم من الموضوع ده على خير وسلام، وزي ما دخلتوا بالمعروف تخرجوا بالمعروف. يخص عليك يا رؤوف بقى انت تعمل كده. انتوا جايين هنا عشان تقطموني ولا عشان نتفق؟ نعم طلباتك. انا موافق على العرض بتاعك. كنت حاسه انك هتوافق، كنت بكدب نفسي. عرض ايه؟ هي نوره ما قالتلكوش ولا ايه؟ ده شيك بنص المبلغ ممضي مني بتاريخ النهارده، والباقي بعد التسجيل. شيك ايه وتسجيل ايه؟ 5 مليون جنيه؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ بعتلي الفلوس دي. ده نص تمن ابني اللي في بطني. مدام نورا اتفقت مع الاستاذ رؤوف على انهم يتطلقوا ويعمل لها تنازل عن حضانته لطفلهم اللي لسه جاي في السكه مقابل 10 مليون جنيه. 10 مليون جنيه يا خسيس، بس ده كتير قوي. ده ورثي وانا حره فيه، بعدين فلوس الدنيا كلها ما تغلاش على ابني. وانت تقبل تبيع ابنك؟ ومين قالك ان انا هبيعه؟ انا بديله فرصه يتربى في حضن امه زي ما هي عايزه، وعموما هي عندك اسالها، دي رغبتها وانا بجريها بس عشان اريحها. وانت كده هتبقى مرتاح؟ استاذ رؤوف راجع نفسك كويس. التنازل اللي انت تتوقع عليه ده هيتوثق في شهر العقاري، يعني هيبقى تنازل نهائي مفيش رجعه فيه. ده قراري الاخير يا متر. انا ما اقبلش اعيش مع واحده مش عايزاني، ومادام ده طلب نوره انا هنفذه لها. تنفذه لها ولا عشان تنهى في الملايين يا خسيس؟ اخص عليك يا رؤوف، واحنا اللي امنا لك وادينا لك اختنا. ما بلاش انتوا بالذات. يعني ايه الكلام ده؟ رؤوف خد بالك من كلامك. واخد بالي ليه؟ زي ما انا بعت الغالي بالفلوس انتوا كمان عملتوا زيي. اخرس، انا لا يمكن ابيع حته مني مهما كان الثمن.
مش واطين زيك عشان نبيع لحمنا. خد يا ده فلوس وغور من هنا. يلا استاذ مختار، استهدى بالله شويه يا جماعه. مدام نورا اتفضلي وقعي هنا. شيك يا استاذ مختار، استاذ مختار شيك. عايزه اقول لك ان اللي تمنه فلوس رخيص. الحمد لله ان ربنا نجانا انا واللي في بطني من واحد رخيص زيك. ميرسي يا بابا اشرف على الفسحه الجميله دي. تعرف دي احلى فسحة في فسح حياتي. دايما انا وماما بنخرج لوحدنا وبلاقي كل العيال معاهم ابهاتهم وانا لا، بس دي اول مرة اخرج وانا معايا بط. يا حبيبتي بابا اشرف. لا تعرف تحكي حواديت؟ حواديت حاولت زمان مع عمر بس ما عرفتش. كانت مامته تاخده في حضنها وتقعد تحكي له حدوته جنبي على السرير لحد ما يروح في النوم. انا بعرف احكي حدوته، تحب احكيها لك؟ طب نام علشان احكيها لك. حاضر. يلا يا ست احكي. كان في مره ارنوب اسمه تنتون وسحلفه اسمها تنتين. حبوا يعملوا سباق مع بعض، فتنتون كان متأكد إن هو هيكسب تنتن. بابا أشرف، بابا أشرف، أنت نمت؟ طيب تصبح على خير. تجسس على الحريم في الحمام يا خسيس يا واطي. انت سامعتي فاهمة غلط خالص، ده انا بطمن عليها ليكون جرى لها حاجه جوه. جوه يا عظيم الاخلاق والمروة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا هوريك. هي عصايه الشبشب كمان. واضربك بالنار كمان يا خسيس يا واطي. واطي يا جعر يا خاين. ده بدل ما تكون سطر وغطا علينا. لا ما تكشف سترنا. لا يا صبر حدودك يا ست سماع. منى خلاص صبرت عليك بما فيه الكفايه وجبت اخر صبري وفاطمية كل وطفح. لا انت بتتبلي عليا يا ست سماح. هتبلي عليك ايه يا ضلالي؟ اذا كنت شايفاك بعينيا دول هو انا حد قال لي اياك اشوفك هنا تاني؟ انت مطرود. انا ما حدش يقدر يطردني من هنا غير مختار باشا. يا جماعه الواد ده ما يخطيش برجله المدبغه تاني، ولو دخل اكسروها له. سمعت يا جهر؟ اوعى جهر بره. اوعى نزل ايدك، نزل ايدك. ماشي يا سماح ماشي. ما بتقوا كلامي دول عليا. انا هوريكو، انا هوريكو. دي داهية كانت القرف. الله يخرب بيت الخدامه الفلبينيه، مش لاقي حاجه مكانها. وطي صوتك، عندي صداع. هو ايه اللي عندي صداع؟ ما انا كمان هتجيلي هستيريا من الحاجات اللي مش بلاقيها مكانها دي. ايه ده؟ دي حبوب منع الحمل. مين اللي جابها هنا؟ انا. يعني انت بتاخدي الحبوب دي عشان ما تخلفيش مني؟ ايوه. وليكي انت نطقيها يا فجره؟ انت جننت. انا كنت مجنون بس دلوقتي عقلت. فانا سعد ليل مش عايزه تخلفي مني. ليه؟ مش قد المقام ولا مشمش؟ هي حصلت مني هنا يا ريت. لسه كنت حاجه، ده انت معاملتي في السودا دي فتحتي على نفسك.
يا صباح الفل، صباحية مباركة يا أحلى عروسة في الدنيا. كانت ليلة تجنن امبارح. عارفة يا حبيبتي أحلى حاجة فيها إيه؟ إن أنا وإنتي كنا لوحدنا، أنا وإنتي وبس. بس أنت كنت تجنن امبارح. أنت يا حبيبتي لما تبقي قدامي وشايفك ولمسك بإيديا وما استمتعش بكل لحظة تبقي فيها في حضني، أبقى عبيط. أنت اللي يحبك يا نعمة عمره ما يبقى عبيط، بالعكس يبقى ذكي ومرزق. يا أحلى نعمة ربنا اداها لي. أنا بقى حاسة إن ربنا عوضني بيك على سنين الشقة اللي شفتها قبليك. حاسة إنك بتحبيني وبتخاف عليا. نفسك تعمل أي حاجة علشان أكون مبسوطة ومش ناقصني حاجة. هحتاج إيه تاني عشان أحط راسي على صدرك وغمض عينيا وأنا هنا مرتاحة؟ يا حبيبتي أنا اوعي. انت مين انت يا ست؟ انت وعايزه ايه؟ انت رايحه فين؟ صباح الخير عليكم. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ وعرفتي طالعنا هنا ازاي؟ انا مش جايه لك اصلا ولا عايزه اشوف وشك. انا جايه لجوزي حبيبي ابو ابني. انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اترشيتي وقلنا ماشي، لكن كمان مش شايفه اللي في بطني؟ ما تتكلم تقول حاجه. انت ايه اللي جابك هنا يا حنان؟ جاي عايش مع جوزي حبيبي ابو ابني، ولا انا وابنك بقى ملناش حق عندك؟ ابنك ده مين يا روح امك؟ انت تروحي تعملي عملتك بره وتيجي ترمي بلاكي عليا؟ ما تتكلم تقول حاجه يا نديم. عايزاني بس اقول ايه يا نعمه؟ تقول ايه؟ عاجبك الكلام اللي هي بتقوله؟ بالراحه كده ومن غير اي انفعال. بصراحه انا ردتها. ردتها؟ صدقيني يا نعمه، انا اصلي اتفاجئت بحملها وكان لازم اردها عشان اللي في بطنها. يخرب بيتك، ده انا كنت صدقت انك مخلص ليا وبتحبني. والله العظيم بحبك. كذاب غساس. يا نعمه افهمي انا عملت كده ليه؟ بره. يا نعمه افهمي. امشوا اطلعوا بره انتوا الاتنين بدل ما هطلب لكم بوليس دلوقتي حالا. بره ده ايه يا عنيا؟ على رأي المثل البيت بيتابونا والغربة بيطردونا. الفيلا دي بتاعتي ومكتوبه باسمي يا هاني. هي خلت عليك اللعبه ولا ايه؟ لعبه؟ لعبة ايه؟ ايه التخريف اللي بتقوليه ده؟ دي الحقيقة اللي انت خبيتها عليا علشان يخلالك الجو معاها. حقيقة ايه؟ حقيقة اني بعلك الفيلا دي بيع سوري، جاب لك جوز الشغالة بتاعتي على انه موثق في الشهر العقاري علشان يلهب فلوسي. انت عرفتي ازاي؟ الكلام ده حصل تبقى حقيقة. ايوه نعم حصل. يا كذاب يا غشاش. افهمي انا عملت كده ليه؟ عملت ايه في فلوسي يا كذاب يا حرامي؟ عيب كده انا مهما كان جوزك. جوزي؟ ده انت لو كفر يا اخي ما كنتش هتعمل فيا كده. افهمي بقى انا عملت كده عشان بحبك. بتحبني تقوم تسرع لي؟ فلوسك اللي مقويه قلبك كان لازم احرمك منها عشان تفضلي جنبي. يا خرب بيتك يا نعمه يا خرب بيتك. انا كنت هقول لك في الوقت المناسب، وعموما فلوسك في رقبتي يا نعمه وانت في عينيا. ده انا هصدق لك عينيك. مش كفايه ده انا هذبحك وهمسح بدمك الحيطان. برضه مش كفايه يا نديم، مش عارفه اعمل فيك ايه. كل اللي تقدري تعمليه انك ترضي بالامر الواقع وتعيش في ظل راجل بيحبك وبيخاف عليكي. ده انت بتحلم. مش نعمه اللي ترضى تعيش جاريه من جواريك، ولا انت ولا الف راجل زيك هيقدروا يكسروني. اوعى. نعمه استني بس. نعمه هتسيبها تخون. انت ايه يا شيخ؟ حد مصلاتك عليا؟ بوصلي كل اللي بعمله. انت لسه هتشتغلني؟ ما انت خدت فلوسها خلاص، ما تسيبها تخون. انت ناسي ان الست اللي بتتكلمي عليها دي تبقى مراتي؟ خلاص احنا فيها، اول ما تنزل ارمي عليها اليمين وخلصنا. مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اقول لك ايه. منك لله يا شيخة.
سعد بيه مالك؟ انت ايه اللي دخلك دلوقتي؟ انا قايل للسكرتيره ما تدخلش حد. ايه ده يا سعد بيه؟ انت بتعيط؟ وما عيطش ليه؟ مش بني ادم وليها احاسيس ومشاعر؟ ايوه طب ايه السبب؟ انت مالك؟ دي حاجه تخصني انا. انا ما اقصدش، انا اسف يا سعد بيه، بعد اذنك. استنى، انا محتاج اتكلم مع حد، مش هلاقي اقرب منك عشان افضفض لك. اقعد يا طارق. مالك يا سعد؟ انا اتصدمت صدمه عمري النهارده يا طارق. خير؟ ايه اللي حصل؟ رشا مراتي اكتشفت انها بتاخد حبوب منع الحمل. وده اللي مزعلك قوي؟ ده مش مزعلني، ده قاهرني. وعلى ايه كل ده؟ ما كل العرايس الجداد بيلجأوا للحل ده عشان ما يخلفوش. بس انا ما طلبتش منها كده، بالعكس ده انا عمال الح عليها عشان نخلف. يعني هي عملت كده من غير ما تقولك؟ تخيل، تخيل بعد كل اللي عملته عشانها مش عايزه تخلف مني؟ ايوه يمكن عملت كده عشان خايفه على جمالها ولا على رشاقتها. ما هم مضروبين بالنغمه دي اليومين دول يا سعد. طب تقول لي، ما تسيبنيش كده دماغي تودي وتجيب. انا بدات افكر ان انا عقيم. يعني عموما انا شايف ان انت عندك حق تزعل. هي كانت لازم تقول لك قبل ما تعمل كده، بس انا رايي سعد انك تقعد معاها، يمكن يكون عندها اسباب منطقيه. طردتها. طردتها؟ ما قدرتش امسك اعصابي. الصدمه كانت جامده قوي يا طارق. يا بنت كده صعبت المساله قوي يا صاحبي. خايف يكون جوازي منها كان غلطه هندم عليها طول العمر. ايوه طب انت حاسس بايه؟ ممكن تهدي الاول وبعدين نتكلم؟ ابعد عني، انا عفاريت الزرق بيتلططوا في وشي. انا دلوقتي حالا ممكن ارتكب جريمه. طب ممكن افهم عايزه تمشي تروحي فين؟ انت مالك؟ هو ايه اللي انا مالي؟ انت ناسيه ان انا جوزك؟ في ايه يا نهنة؟ ايه اللي حصل؟ لمي هدومك ياما، احنا هنمشي من هنا. ليه يا كفر الشر؟ نسيت اقول لك، مش الفيلا طلعت مش بتاعتنا. ايه الكلام ده؟ البيت نصب عليا، خلاني بغباوتي سحبت فلوسي من البنك وحطيتها في حسابه، وكل حاجة بقت باسمه. الكلام ده صح يا نديم؟ ايوه صح يا حاجة. اخص عليك اخص، وانا اللي كنت فاكراك راجل بتضلل علينا، تعمل فينا كده؟ انا ما عملتش حاجة، انا بحب بنتك وعايزها تفضل جنبي. انا عملت كده علشان تبقى محتاجاني وما تسيبنيش. اوعى تفتكر احتياجي ليك هيخليني اعيش تحت رجليك. لا تبقى غلطان، انا حبيتك واخترتك وانا قوية ومعايا فلوس، ودلوقتي وانا فقيره وما حسيتش اللضا وبعد كل اللي عملته فيا بقول لك مش عايزاك. عارف ليه؟ لاني حره وما اقبلش ان حد يملكني غصب عني. انا بحبك يا نعم. لو كنت بتحبها بصحيح رجع لها فلوس. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ اذا كانت عايزه تسيبني وتمشي وهي مكسوره ومفلسه، امال لو معاها فلوس هتعمل ايه؟ هتشوف انا هعمل فيك ايه يا ندي. واوعى تفتكر ان فلوسي دي هتروح. لا هاخدها، ولو اخر يوم في عمرك. هو احنا رايحين الملاهي؟ لا احنا هنروح نزور حد انت بتحبيه قوي. مين يا بابا اشرف؟ ماما عليا. مامي هي رجعت من السفر؟ اه رجعت، بس حست كده انها تعبانه شويه، قالت اروح اتدلع واروح اقعد في المستشفى يومين. المستشفى؟ اه بس ما تقلقيش هي كويسه خالص دلوقتي. طيب انا مش هينفع اروح لها بالفستان ده. انا هروح بالفستان ده وتعمل لي ضفيرة. اعملك ايه؟ ضفيرة، تعرف؟ احاول عشان خاطرك. دي سهلة قوي. بص، هتجيب دي كده. ايوه. ودي كده. ودي كده. ودي كده. اهي بقت ضفيرة. خد بقى انت كمل لحد الاخر. برافو. وريني. اجيب دي كده. مش كده، مش كده يا بابا اشرف. دي سهلة قوي. هقول لك تاني، هتجيب دي كده ودي كده ودي كده. معلش اعذريني، أول مرة اتحط في الموقف ده، اتحط في مواقف تانية خالص. عارفة لو حد من المساجين عرف إن أنا بعمل ضفيرة دلوقتي إيه اللي هيجرى؟ معلش هتعلمها عشان خاطرك، تعالي.
ايوه كده، اجيب دي كده ودي كده وبعدين كده وبعدين كده. ماشي. بتزعل ستك سماح؟ يلا بتزعل ستك سماح اخر مره. يلا ما عندكش اخوه؟ ما عندكش اخوه؟ عامل لي فيها راجل، وهو اول واحد بيكشف سترنا. انا عزوم مختار بيه، صدقني ده انا قطه مغمضه. نعم يا اخويا انت قطه، امال الفرق بقى ايه؟ الله يسامحك يا ست سماح، الله يسامحك. وعموما اللي هيؤمر بيه مختار باشا انا راضي بيه. خلاص اخر مره تزعل ستك سماح، فاهم؟ هو انت هتسيبه في المدبغه بعد اللي هببه؟ ما هو قدامك اهو بيقولوا انه ما عملهاش. قالوا للحرام يحلف. وبعدين هو انا حد قايل لي؟ ده انا شايفاه بعينيا دول اللي هياكلهم الدود. خلاص يا سماح بقى المسامح كريم، يمكن كانت وزت شيطان وراحت لحالها. وانا عرفني شيطانه هيوزوا على ايه المره الجايه؟ نصبر عليه، ما انت عارفه برضو انه ده واد من رجالتي وما يصحش ارميه في الشارع ما يهونش عليا. انت المفروض تستعر منه وتطرده لانه محسوب عليك راجل وهو خسيس. خلاص بقى اخر مره، قوم اقعد قدامك كل اهو، لو زعلت ستك سماح تاني هرميك بره وملكش راجعه، فاهم يا واد؟ فاهم يا معلم، فاهم. حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم والمفتري. شوف الخسيس بيمثل ازاي. قلت لك خلاص بقى يا سماح، يلا هات غور من هنا، يلا يلا غور من وش السعادي. امرك يا معلم، يا نصر الغلابه والمظلومين. يلا يا ابني من هنا، يلا يا بنت كل واحد على شغله، يلا كده. برضو يا مختار انا اللي جايباك عشان تاخد لي حقي، تقوم تنصره عليا؟ انصر مين؟ ايش جاب لي جاب؟ انت هتنزلي راسك راس عيل جربان زي ده؟ ولما انت عارف انه جربان متمسك بيه ليه؟ يا سماح بينفعني او ادي بقى ليه عوزه؟ يعني انت هتعوز ايه من واحد جعر زي ده؟ يا سماح الدنيا ياما بترمي على الواحد بلاوي سودا ما يحلهاش غير واد جربان زي ده. وبعدين تعالي هنا بقى، انت نازله الشغل عشان تحلي مشكله ولا تعملي مشكله مع اللي رايح واللي جاي؟ انا برضو ليه؟ شايفني مجنونه؟ بالعكس، ده انت اعقل العقلات يا ست الستات والبنات، بس ما ينفعش تشغلي نفسك بتفاهات زي دي. يعني انت شايف كده؟ طبعا الشغل اهم، بس دي اخر فرصه، ولو عمل مصيبه تانيه تبقى انت المسؤول قدامي. اذا كان كده ماشي، تعالي بقى جوه عشان عايزك في كلمتين في التكييف. يلا اتفضلي يا ست البنات. خير يا سي مختار؟ شو لحظه يا بنت كده ان انت مشغوله عني من ساعه ما نزلت الشغل في المدبغه؟ لا عاش ولا كان اللي يشغلني عنك يا سي مختار، ده انا كل ليك. كلامه بس، مفيش عمل. أمرني وانت تشوف. يا بنت وحشتيني وحشتيني، نفسي اقضي كده ليله من ليالي زمان. ولا انا ما وحشتكيش بقى؟ فاشر، ده انت وحشني على طول، ده انت بتوحشني وانت معايا وحياه ربنا. طيب اعملي حسابك بقى الليله دي نسهر مع بعض في اوضتنا. غالي والطلب رخيص. طب قوليلي تحبي تتعشي ايه عشان اوصيهم يجيبوه؟ اي حاجه، كل اللي يجيبه ربنا كويس. طب ايه رايك في اكله كوارع من اللي ترم العظم وتقوت الجته؟ يا سلام، دي نورت الاكلات وكلها حلويات. ده انت اللي حلويات يا عسر العسلات. اوعى كده يا سي مختار، احسن حد يشوفنا عيب. ما يشوفنا احنا بنسرق؟ ده انت مراتي بشرع ربنا. تعالي بس. اهلا اهلا حيات، وحشتيني يا حبيبتي وحشتيني. ده ما شاء الله احنا بقينا تمام، دكتور طمني والحكايه عدت على خير. عارف مش مصدق اني لسه عايشه وما متش. بعد الشر عليك. اول ما دخلت اوضه العمليات حسيت اني بودع الدنيا ومش راجعه لها تاني. عمر شقي بقى ايه بقى؟ انت امي كمان كنت شقيه، امال انا بقى ايه؟ انت حياه قلبي، انت روح قلبي، وحشتيني يا حياه. على فكره انت وحشتيني قوي، بس بابا اشرف كان واخد باله مني، وتيتا كوثر وطنط سميح وطنط نورا كانوا بيلعبوا معايا. يعني انبسطتي معاهم يا حبيبتي؟ قوي يا مامي. يلا بقى قومي بالسلامة علشان تيجي معانا. أنا كمان أجي عايش معاكم. وليه لأ؟ ده بابا أشرف طيب قوي وبيحبنا، يا ريت يا مامي يعيش معانا على طول. معقول أنت تعمل كده يا سعد؟ شوف بنتك عملت إيه الأول وبعدها بقى تعالى حاسبها. إيه ده؟ أنت لابس باروكة ولا أنا بيتهيألي؟ سيبك سيبك من حكاية الباروكة دي. خلينا في المهم، ترميها في الشارع بالشكل ده؟ هي دي الأمانة اللي أمنتك عليها؟ انا كمان لما عرفت اللي هي بتعمله كنت زي المجنون، ما بقتش عارف انا بعمل ايه. ولو دي برضه مراتك وام عيالك في المستقبل يعني. عالي عالي ايه اذا كانت هي مش عايزه تخلف مني اصلا؟ اصل انت فاهم غلط، اصلها عندها عقده. ايوه عقده ايه؟ عقده من الحمل والولاده. اصل بنت عمتها الله يرحمها كانت حامل وماتت وهي بتولد،
ومن ساعتها جت لها الازمه. ايوه بس هي ما قالتليش على الموضوع ده قبل كده. لا هي نفسها ما تعرفش لانها عقده. ايوه ازاي يعني مش فاهم؟ اصل لو عرفت عقدتها يبقى عقدتها تحل. طب والعقده دي بقى تتحل ازاي؟ بالحنيه والمسايسه. وانا هقول لك يا عريس. عريس ايه ده؟ انت بنتك عجزتني من قبل الاوان. فقشر ده انت عم الشباب كله. بس انت عارف الجواز بيحصل فيه مشاكل ويتحل بينكم من بعض. طب افرض بقى كل واحد فينا ركب دماغه، هنعمل ايه ساعتها؟ ساعتها ليها اهل يترد عليهم. اصلك انت ما تعرفنيش وانا صحيح بحبوح، انما وقت الجد كرباك. انت ما تعرفش انا عملت فيها ايه ساعه ما عرفت. عملت ايه يا كرباك؟ زعقت لها وشخطت فيها وقلت لها كلام جامد قوي لحد ما هي اعترفت بغلطتها. رشا اعترفت بغلطتها؟ يعني ما قعدتش تجادل معاك زي عادتها؟ تجادل مين يا عم؟ انت اصلك ما تعرفنيش، انا لما بتعصب ببقى وحش كسر. طب قولي المهم وصلت معاها لايه؟ ولا حاجه. امال ايه كرباج ووحش كاسر ده؟ انا خفت منك. افهمني بس، انا اديتها حقنه مخدره لحد انت ما تيجي وتكمل العمليه. عمليه ايه؟ عمليه ان انت تقنعها بانها تحمل منك. وانا لسه هقنعها؟ المفروض تبقى دي رغبتها ودليل على حبها ليا. مش قلت لك ان عندها عقده؟ طب انت عايزني اعمل ايه؟ ايوه يا سيدي، تيجي الليله دي عندي تشرب الشاي معايا وتصالحها. هي بس رشا عنيده مش هتصفى بسهوله. يا سيدي جرب، انت خسران حاجه بس يبقى عملت اللي عليك. ماشي، انا هاجي بس عشان اصفي ضميري قدام ربنا، لكن بصراحه انا قلقان. سيبها على الله وعليا. ايه اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. كل دي من ايدي. كفايه بقى، انت بتزغطي ده كربط. تعدمني لو ما اكلتهاش. لا لا الا دي، ده انت حبيبه قلبي ومن غيرك الدنيا ملهاش طعم. بجد يا سي مختار؟ بجد ده ايه؟ بجد بحبك 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 يا سماح. ده انا بحبك حب حب، يعني انت نقطه الضعف اللي جوايا. بعد الشر عليك من اي ضعف يا اخويا. والله يا حبيبتي ساعات كده بقعد اسرح مع نفسي، يعني كده اقول لا اله الا الله لا اله الا الله. لو الواحد جراله حاجه هتعمل ايه من بعدي؟ اوعى تقول كده تاني، بعد الشر عليك. يا حبيبتي محدش ضامن عمره، الحكايه كلها يعني نفس داخل ونفس خارج. تاني تاني هتقول كده؟ بص بقى يا سموحه، انا عايز اامن لك مستقبلك. تامنه ازاي يعني؟ هحط لك مليون جنيه باسمك في البنك. مليون جنيه مره واحده؟ مش كتير عليك يا ست البنات. تسلم لي ويخليك ليا، بس برضه وجودك جنبي هو كل اللي نفسي فيه. تسلمي لي ويبارك لي فيكي يا ست بنات انت. انا بقى بقول ايه بقى، انا نفسي اخلف منك عيل بقى يشيل اسم ليل. عيل؟ اه عيل. الظاهر يا بنت قال الاوان ان حقق لك امنيتك ونجيب قرطه عيال. ايوه يا اسم مختار، بس بس ايه؟ اصل المدبغه ما انت عارف هواليها ازاي لو حبلت وخلفت. انا هواليها بدالك، المهم انت تفضي نفسك خالص للحبل والولاده. ها ماشي. اللي رايده ربنا هيكون يا اخويا. يا ترى بقى الهانم موجوده ولا بره ومقعدني على الفاضي؟ جاي حالا يا اخويا ما تقلقش. انا عايزك بس تهدى كده وتمسك اعصابك وتراعي عقدتها. يا دي النيله على العقده اللي عقدتني في عيشتي دي. هي عقده ايدي يا اخويا؟ بعدين يا تفيده بعدين، روح اعملي كوبايه نعناع لساعد علشان يهدي اعصابه. يلا. حاضر يا اخويا، من عيني عن اذنكم. منور يا سعد. انت ايه اللي جابك؟ رشا، سعد عرف غلطته وجاي يصالحك. اطلع بره. عيب يا رشا، ده بقى ما كان في بيتك. ما انا كنت في بيته، كان عمل لي ايه؟ رشا طردني زي الكلبه وما هنش عليه حتى يبص عليا من ورا الشباك. ده طلع غدار وملوش امان. رشا انت اللي وصلتيني لكده. انت بتتكلم ليه دلوقتي؟ انا مش طردتك، انت ما عندكش دم. اطلع بره يا بني ادم. عاجبك كده يا عمي؟ عيب عيب يا رشا، تطردي من بيتك. زعلت قوي اني طردتك؟ امال انا اعمل ايه اللي اتلطمت في الشارع لحد ما عرفت اوصل لاهلي؟ خلاص بقى يا رشا يا بنتي، ايه الجواز يا ما بيحصل فيه مشاكل؟ قولي لها يا طنط، وبعدين هي اللي ابتدت لما بقت تاخد الحبوب من ورايا. عايزني اخلف منك علشان لما تطلع عن شعورك تطردنا انا وابنك في الشارع؟ انا لا يمكن اعمل كده طبعا. عشان انت عملت كده فعلا. انت اللي خرجتيني عن شعوري. وانا اضمن منين ان انت ما تخرجش عن شعورك تاني. بقول لك ايه يا رشا، جوزك عنده حق، من حقه انه يخلف يا بنتي. وبصراحه بقى لو انت خايفه من الحمل والولاده كان لازم تصحيه وتقولي له قبل ما تاخدي حبوب منع الحمل. والله عندك حق يا عمي، انا كل اللي مضايقني انها عملت كده من ورايا، لكن لو كانت قالت لي انا كان ممكن اقدر ظروفها.
اديك دلوقتي عرفت كل حاجه. يلا بقى على فيلتكو وانتم متفقين. متفقين على ايه ان شاء الله؟ على انك تحملي وتجيبي لنا بيبي. ده لا يمكن يحصل ابدا. وده بقى لا يمكن يحصل بسبب خوفك من الحمل والولاده ولا بسبب خوفك مني؟ الاول كان بسبب خوفي من الحمل، لكن دلوقتي بسبب خوفي منك عشان طلعت غدار وملكش امان. ربنا يسامحك يا شيخه، ده ربنا وحده اللي يعلم انا بحبك قد ايه. خلاص يا غشة بقى، الراجل جاي يصالحك سامحيه، والمسامح كريم. والله انا ممكن اسامحه بس بشرط. ايه هو؟ يكتب لي الفيلا بتاعته باسمي. ليه؟ اكتب لك الفيلا باسمك؟ عشان لو خرجت عن شعورك ما تعرفش تطردني انا وابني في الشارع. يعني هتحملي وتجيب لنا بيبي؟ والله لو حقق لي شرطي هحمل. ايه؟ قلت ايه يا ساعة؟ بس ده كتير قوي. معقولة يا ساعة تستخطر على ابنك حبيبك ضناك حتة فيلا ما راحت ولا جت؟ لا طبعا، بس أنا بص، أنا ممكن أكتب لك شقتنا القديمة باسمك عشان لو خرجت عن شعوري لا قدر الله تروحي تقعدي فيها. الفيلا يعني الفيلا، عشان لو خرجت عن شعورك لا قدر الله تلم شنطك وتطلع بره فيلتي. طمني يا دكتور، في امل اخلف ولا لسه؟ هو انت منتظمه في العلاج زي ما قلت لك بالظبط؟ ماشي عليه زي الساعه، على الله بس يكون جاب فايده. هو في تحسن بس بسيط قوي، مش زي ما كنت متوقع. يعني ايه؟ لسه برضه مش هعرف احبل؟ في الوقت الحالي مستحيل، انما لما يتم علاجك ممكن ان شاء الله. وهيتم علاجي امتى؟ زي ما قلت لك في اول زياره، العلاج بياخد سنين ومش كل جسم زي التاني. سنين؟ ربنا يدينا ويديك طول العمر يا دكتور. ده منزل نور عبد الستار ليل؟ ايوه يا فندم، مين حضرتك؟ انا محضر من المحكمه ومعايا نزار وعايزه توقيع الاستلام. مين يا هنيه؟ ده واحد محضر عايزك يا ست نور. عايزني انا؟ ايوه ايوه. حضرتك نور عبد الستار ليل؟ ايوه انا. لو سمحت توقعي لي انا بالاستلام. استلام ايه؟ ورقه طلاقك من جوزك الاستاذ رؤوف زاهد ابو الخير. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه يا هنيه؟ في ايه خبطتيني؟ في ايه انطقي؟ مالك يا نورة؟ في ايه حبيبتي؟ خوف طلقني يا ماما. طلقك؟ مش هو ده اللي كنت عاوزاه؟ كنت عايزاه، بس ما كنتش اعرف انها لحظة صعبة قوي كده. يا حبيبتي معلش يا حبيبتي، ربنا يعوضي خير ان شاء الله. ازيك يا فل؟ ازيك يا اشرف بيك؟ الحمد لله على سلامتك. دي بقى يا ستي فله، بنت هنيه الست اللي بتساعد ماما في شغل البيت، جبتها تساعدك لحد ما تقومي بالسلامه. الحمد لله على السلامه يا ست هاني. الله يسلمك. ياه، ما كنتش متخيله اني هرجع بيتي تاني. ازيك يا فله؟ ازيك انت يا حياه، عامله ايه؟ الله، انت تعرفيها؟ طبعا دي صاحبتي، كنا نلعب مع بعض في الجنينه هناك. دخلي الشنط يا فله. حاضر. انا هسيبكوا بقى واحاول اجي بالليل اطمن عليك، ولو ما قدرتش هكلمك في التليفون. انا متشكره جدا يا اشرف، انت جمالك كترت عليا قوي. لا ازاي، لا شكر على وجهي. باي باي يا حبيبتي. ما تتاخرش. لا مش هتاخر عليك، انا اسف. بابا اشرف راح فين؟ كده عنده شغل يا حبيبتي. واحنا مش هنروح له تاني؟ ضروري طبعا هتروحي له تاني ان شاء الله. امتى يا ماما؟ اول ما شد حيلي كده يا حبيبتي واقوم السلام. طيب هو بابا اشرف ما ينفعش يعيش معانا على طول؟ يعيش معانا؟ اصلا بحبه قوي يا ماما. امال فين نورا وسماح؟ ما جوش يفطروا ليه؟ بيقولوا ما لهمش نفس، كل واحده قاعده في اوضتها وقافله على نفسها. ما لهمش نفس؟ وانا كمان ماليش نفس، شيلي الاكل يا هنيه. الله يا ستي، ده انت ما فطرتيش. الفطار ده للناس الرايقه اللي بيبتدوا يوم جديد، انما احنا امبارح بيطاردنا ويا خوفي من النتايج. أنا مش فاهمة حاجة. أحسن حاجة إنك ما تفهميش، إنك لو فهمتي هتسدي نفسك زي شيلي شيلي.
سماح، انت قاعده هنا قافله على نفسك ليه يا حبيبتي؟ لا ابدا، انا متضايقه شويه. مالك يا حبيبتي؟ بتعيطي ولا ايه؟ تعبانه، تعبانه قوي يا ماما. طب في ايه بس يا حبيبتي؟ فضفضيلي، مختار مزعلك ولا حاجه؟ ابدا والله، بالعكس، ده مختار بقى كويس ورجع زي زمان. امال يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ نحسي، نحسي واسمتي المايل. حرام عليكي، ما تقوليش كده، انت سبت مؤمنه. ونعم بالله، بس انا اللي صعبان عليا واهرني سي مختار. ماله مختار؟ في ايه؟ اصله فتحني في موضوع الخلف. بجد؟ عايز نحبل في اسرع وقت. وماله؟ مستنيه ايه؟ ما هي المشكله اني ما بخلفش. ايه؟ ايه الكلام ده؟ دي الحقيقه اللي عرفتها من فتره ورحت للدكتور وبيديني علاج. طب يعني يا بنتي مفيش امل في العلاج ده؟ العلاج هياخد سنين، ويمكن اخلف يمكن لا. يا حبيبتي يا بنتي، كان نفسي اوي اخلف من مختار. معلش ما تزعليش نفسك يا حبيبتي، ربنا كريم وقادر على كل شيء وقادر يرزقك. انا مش زعلانة على نفسي، انا زعلانة على مختار، حرام يتحرم من الخلفة بسببي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الطف بينا يا رب، الطف بينا يا رب يا رب، عشان خاطري ما تاخدهاش بذنب مختار يا رب. نعم يا اختي. طب وانا مالي؟ عيب، ده انا حتى كنت مرات ابوك في يوم من الايام، وابوك مات وسابني وحدانيه في الدنيا. وبعدين انا عايزك بقى تقف جنبي وتساعدني وتخليك راجل كده. انا راجل غصب عنك. خلاص يا عمي، يبقى ساعدني علشان اخد حقي من نديم. وانا مالي؟ انا مالي؟ الله، اتدخل ليه بين راجل ومراته؟ يا عم بقولك نصب عليا. وده ذنبي؟ ده ذنبي يعني انك عبيطه بتنصب عليكي؟ مختار، ابوس ايدك عشان خاطري تساعدني، نديم خلاني على الحديده. ده ذنب انا واخواتي، اللي شاركتينا في ورث ابونا بالباطل. ليه يا اخويا بالباطل؟ ده حقي وشرع ربنا. لو كان حقك ما كانش راح منك يا عبيطه. بقى انا جايه لك علشان تساعدني تقوم تشمت فيا؟ اخص عليك. سيبيني بره من نفسي اشمت فيكي، ما انت ياما شمتي فيا، ولا نسيت ايام الوصولات؟ ما هو لولا الوصولات يا اخويا كان زمانك كلت عليا ورثي. واما انت ناصحه قوي كده، ما كتبتيش نديم وصولات ليه؟ ولا فالحة تستنصحها لعبد لله بس؟ أنا غلطت إني اتعشمت إنك ممكن تساعدني، اخص عليك اخص. وأساعدك ليه؟ أساعدك ليه؟ إذا أنا أصلاً بتشائم منك. تتشائم مني ليه يا أخويا؟ ده أنت ما عرفتش طريق الملايين غير على إيديا. وأبويا اللي راح بسببك. ماله يا أخويا عمره؟ إيه؟ اتخطف؟ طبعاً اتخطف. الراجل عاش 70 سنة زي الفل، وساعة ما عرفك عزرائيل افتكره. نحس وبومه. ايه تمام يا متر، العقد جاهز؟ كله تمام يا شاهين بيه، باغي امضي الطرفين. يلا يلا يا سعد يا ابني امضي، استهدى بالله وامضي. مش لما اعرف انا بمضي على ايه الاول؟ والله امضي كده عمياني يعني. ده عقد ببيع الفيلا، ودي قايمه بمحتوياتها. قايمه؟ ده حقي ولازم احفظه، ولا انت كنت ناوي تديني الفيلا فاضيه؟ ايه ده؟ 12 شوكة و12 معلقة، هي وصلت للشوك والمعالق يا رشا؟ هي دي الأصول يا سعد يا ابني، وما دام أنت شاري ومش داخل على طمع، هتخاف من إيه؟ طمع؟ يا سعد يا ابني، دي حقوق ومحدش بيزعل من الحق. حق إيه؟ حق إيه؟ الحاجات دي أنا دافع تمنها، هتبقى في قايمة على نفسي ليه؟ يا سعد بيه، أنت مدي لمراتك فيلا، مستخسر فيها كام شوكة وكام معلقة؟ يا سيدي في داهية المطبخ كله. بس كده عيب، مش معقوله ننزل لمستوى الشوك والمعالق. انت شكلك كده مش جد وبتلعب بينا. انتوا اللي شكلكوا بتهزروا ولا ايه؟ نهزر؟ معقوله نهزر واحنا جايبين محامي؟ ما هو كمان مش معقوله تمضوني ورق زي ده. ماله يا استاذ، ده ورق قانوني 100%. ما انا عارف انه قانوني، بس مهين جدا. يا سيدي اذا كنت طبعان في شويه المعالق والشوك شيلهم، مش عايزينهم. ايه يا بابا الكلام ده؟ ده حقي. خلاص بقى يا رشا، خليك انت احسن منه. اذا هو بخل عليكي ما تبخليش انت عليه، ده مهما كان جوزك. يا سلام، لا لا، كرمه كرمه واولاد اصول. انت بتتريق ولا ايه؟ ولا بتريق ولا حاجه. فين يا عم الورق؟ خلينا نمضي ونخلص. اتفضل. ايوه. مبروك يا رشا،
مبروك يا سعد. تبارك لي على ايه؟ انا مش فاهم، ده انا خسران. ليه يا ابني؟ ليه يا سعد؟ مش اللي عند مراتك عندك برضو؟ ما هو لو زي ما بتقولي كده ما كانتش خدته. يلا يا رشا، يلا جهزي نفسك واسحبي جوزك على فيلتك. حالا يا بابا وهكون جاهزه. سعد، كلمة واحدة إذا سمحت، أنا عايزك. اتفضل. إيه؟ نسيتوا تكتبوا الحلل ولا إيه؟ لا ما تنساش تحاسب المحامي. وحاسبه ليه أنا؟ الراجل جاي من طرفكم وأنتوا اللي ليكوا مصلحة فيه مش أنا. وإحنا إيه وأنت إيه؟ المصلحة واحدة، ده إحنا عيلة. يا رب. يا رب صبرني يا رب. ده أنت جبل. طب أوعى بقى من قدامي، أوعى من قدامي لا عليك وبططك. كنت فين يا أشرف؟ كنت في النيابة يا فندم. خير؟ في تطورات في القضية؟ كانوا عاملين عرض للمشتبه فيهم وطلبوني عشان أشوفهم، يمكن ألاقي حد فيهم من الجناة في قضيتهم. وتعرفت على حد منهم؟ لا لسه. إن شاء الله ربنا هيظهر الحقيقة يا أشرف. يا رب يا فندم، يا رب. نفسي أغمض عيني وأفتحها وألاقي الموضوع ده خلص. كل شيء بأوان يا سيادة الرائد. لو قبضت عليه هاكله بسناني. هو مين ده؟ اللي ضرب عليا نار وهرب هو وزمايله. ده طار شخصي بقى. تقريبا كده. لولا الموضوع ده كان زمان حاجات كتير قوي اتغيرت في حياتي، وانا مش ههدى لي بال غير لما اقبض عليه واخد طاري. اطمن، طول ما التحقيقات لسه شغاله ان شاء الله هنوصل لهم وتشفي غليلك منهم. بصراحه كده بقى يا مدام، للاسف نديم لعب عليكي. صح. ايه يعني؟ ايه يعني؟ قانون لحم المغفرين، خصوصا انك انت مفيش معاكي اي دليل واحد يثبت انك انت دفعتي له فلوس او حتى يثبت ملكيتك للفيلا. لا، معايا عقد بيع ابتدائي وعليه امضيته. وانا حاولت احل معاه الموضوع ودي، كنت فاكر ان الامضه دي ممكن تكون وسيله ضغط عليه. طب وقال لك ايه؟ قال ان الامضه مضروبه وانه هيطعن فيها بالتزوير. ايه؟ ابن ال. قولي لي، هو مضاها قدامك؟ لا، جاب لي عقود ممضيه، انا اللي بخبتي مضيت قدامه. للاسف انت كده مكيش اي حق عنده. طب والحل؟ انا في الشارع. في الشارع ليه؟ ما فين شقتك القديمه؟ اجرتها مفروش 5 سنين لما نقلت الفيلا. ما تخرجي المستاجر منها. في شرط جزائي وانا ما معيش هدفع له. امال عايشه فين دلوقتي؟ واخده شقه مفروشه وقاعده فيها انا ووالدتي لغايه لما نشوف حل. وايه خليك تاجري مفروشه يا مدام؟ ما عندك فيلا الحاج عبد الستار، روح اقعدي فيها زي ما انت عايزه. ايه يا متر، ما تتكلم كلام مظبوط يا متر. فيلا الحاج عبد الستار دي بتاعه الحاجه، اروح ازاي وانا مراته الثانيه؟ وبعدين ما حدش هيوافق ان انا اروح اعيش معاهم اصلا. يعني ايه ما حدش هيوافق انك انت تعيشي معاهم؟ ده حقك يا مدام بالشرع والقانون. حقي؟ اه طبعا حقك. هو انت قبل كده اديت لهم تنازل عن نصيبك في المحل والمدغه والفيلا؟ لا. يبقى من حقك انك انت تحصلي على نصيبك منهم في اي وقت. طب والنصيب اللي انت بتقول عليه ده اخده ازاي؟ نرفع لك قضيه فرز وتجنيد. فرز وتجنيد؟ حلوه دي. طب وحضرتك ممكن ترفع لي القضيه دي ولا هتقول لي بقى ان انا ما اقدرش ابقى الخصم بتاعهم والحاجات دي؟ بص يا ست الكل، انا محامي وزي ما هم عمل عندي انت كمان عميله عندي، وممكن كمان تكوني عميله مميزه. يعني حضرتك ما عندكش مانع؟ لا طبعا ما عنديش مانع، طالما هتدفعي لي الاتعاب. بكره الصبح هيكون عندك جزء من الاتعاب، ولو سمحت ترفع لي القضيه باسرع وقت وتجيب لي حقي. اتفقنا يا متر؟ اتفقنا يا هانم. انا متشكره لحضرتك. العفو على ايه؟ تحت امرك يا نعم هادي. سلام. ايه ده؟ نعمه؟ ايه الصدفة الغريبة دي؟ الظاهر ان احنا الفترة الجاية هنتقابل كتير يا سيادة الرائد. نتقابل؟ بس المرة الجاية مش هتكون صدفة. زي ما اتفقنا يا متر، ومن فضلك الموضوع اللي بينا ده سر. اوكي. عن اذنك يا سيادة الرائد. مع السلامة. هو في ايه بالظبط؟ أنا بشرب بيه. أنا آسف طبعًا، ما أقدرش. أنت سيدي العارفين، دي آثار العمر، أنا ما أقدرش إن أنا أفشيها. المهم عملت لنا إيه في قضية مصطفى؟ لسه بدري. لسه شويه. انت عارف موضوع النقد ده بياخد وقت طويل في المحاكم. ده اعدام. ايه اللي انت عملته مع نعمه ده؟ انت عرفت؟ عرفت. دي جات لي لحد هنا وقعدت تترجاني علشان اساعدها ضدك. قلت لها ايه؟ الطرشه الكبيره طبعا، انا اخر واحد ممكن اساعدها. خليها تلف وتدور لحد ما تتعب، وفي الاخر هتيجي غصب عنها. بس انت طلعت واد. واد. ازاي عرفت تطلع منها مصلحه يا ابن اللذينه؟ ده انت نفضتها. والله يا مختار، الفلوس مش هي اللي هماني، نعمة هي اللي تهمني. يالا، ده انت الفلوس دينك ومعبدك. لعلمك بقى، نعمة ما تتقدرش بتمن. خلاص، رجع لها فلوسها. لا، الا دي. يا مختار، يا مختار، ده انا صاحبك، انت ترضى لي برضه انك تنحس؟ تتنحس طبعا.
الفلوس دي دخلت جيبي خلاص، يعني لو خرجت وسابت اخواتها حظي ينكسر على طول. تفتكر يا نديم اخويا بصواتي وبعزاتي الفلوس دي هي اللي نحساني؟ المبذرين اخوان الشياطين. ليه يا رب؟ ليه كل اللي بحبهم بيبعدوا عني؟ يا ترى هو ده عقابك ليا؟ ولا لسه في ايه تاني مستخبي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. البس سماح دي صعبانة عليا قوي يا نورة. مسكينة قوي يا ماما. مش عارفة بقى اخوكي لما يعرف هيقول ايه؟ يعني هيقول ايه يعني؟ ده نصيبه لازم يرضى بيه. انت عارفه اخوكي مجنون وممكن يعمل اي حاجه. قصدك يعني يتجوز عليها؟ اه ممكن. ده يبقى بيقتلها بالحياه. ما تتصوريش البت بتحبه قد ايه، ومن الصبح موتها نفسها من العياط مش عشانها، عشان خاطر مختار لما يعرف. ما هي مقطوعه من شجره وملهاش حد غيرنا. مسكينه يا حبيبتي، مسكينه بدنيتها البت دي. اه مالك يا نور؟ الظهر الموضوع نرفزني وخلى بيبي يتحرك. يا حبيبتي ألف سلام عليك. أوه. مالك يا نورة؟ ظهري يا ماما أنا بولد. إيه يا حماتي خير فيه؟ مبروك يا حبيبي، راسها حامل. أنت بتتكلمي بجد؟ أيوه طبعاً جد، ودي حاجات فيها هزار هتشوف. إيه ده؟ اختبار الحمل طلع إيجابي. اللهم لك الحمد والشكر. بس احنا برضو لازم نجيب دكتور عشان نتاكد. وماله يا حبيبي؟ هات قرط الدكاتره لو عايز. ايه هتجيب لي ايه بقى هديه؟ هديه ايه؟ وانت اللي حامل ولا ايه؟ مش انا حمامتي السلام اللي رفرفت بينكم وصالحتكم على بعض واقنعتها انها تحمل منك؟ انت حمامه سلام انت؟ ده انت غراب سلام. مش وقته، مش وقته. ايه يا ماما باركيلي رشا حامل. ايه برضو عملت اللي في دماغك؟ مفيش فايده فيك يا حبيبي. انا مش بقطمك ولا حاجه، انا بس خايفه عليك. علمو بألف مبروك يا حبيبي. لحننا في المستشفى. ايوه اختك نوره بتولد، ادعي لها ربنا ينتحها بالسلامه. هو انت دريان بحاجه؟ هتيجي؟ طب يا حبيبي مستنياك. ماشي يا سعد، بالسلامة يا حبيبي، مع ألف سلامة. يا عيني عليك يا سعد يا ابني، ربنا يسترها معاك يا ابني. ماله سعد يا ماما؟ مراته حامل. والله ده خبر كويس قوي، ألف مبروك. لا يا حبيبي ده خبر مش كويس، عشان مراته المسغودة دي. ليه بس كده يا ماما؟ ده طفل بريء جاي للدنيا ذنبه ايه؟ يا حبيبي انا مش بتكلم على الطفل، انا بتكلم على اللي هيشوفه من ابوه وامه. ربنا يستر. يا نيل يا ربي يا ربنا خلصت تبقى قدينا. سمي يا مختار. سمي ونشيل كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده صغنطوط خالص ده؟ ده هيتسميه ايه ده؟ هسميه ياسين عشان ربنا يكرمه ويحفظه. يا رب يا حبيبتي، زين ما اخترتي. ما شاء الله ما شاء الله. بقول لك ايه يا مختار؟ ايوه. ما تديه لمراتك تشيله شويه. انا؟ او النبي يا سماح، خديه في حضنك شويه. خد يا سموها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله. حلقاته في رجالاته يوم ورا يوم. فين الواد؟ ألف 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 مبروك يا حبيبتي، ربنا يخليهولك ويتربى في عزك يا رب. الله يبارك فيك يا سعد، ميرسي قوي تعبتك معايا. إيه؟ الله ربنا يخليك ليا يا سعد. ويخليكي ليا يا حبيبتي. ما شاء الله ما شاء الله، ده الواد طالع شبهي. شبهك ده ايه؟ ده اسمحك بالحلاوه دي، ده شبه امه. ايوه ما امه دي تبقى اختي، واختي اكيد شبهي. والنبي انت فايق ورايق قوي يا سعد. كلها كام شهر يا امي ورشا تجيب لك زقلت صغير كده، اقعد انا وهو نتمرمغ في الحته دي ونقلب لك الدنيا. اه صحيح بالحق. الف مبروك يا سعد، ربنا يقومها لك بالسلامه ان شاء الله. الله يبارك فيك. يا سعد يا رشا حامل؟ اه لسه امبارح بس كنا عند الدكتور
والحمد لله اكد لنا الحمل. لا مبروك، الف مبروك يا سعد. الله يبارك فيك يا مختار، عقبالك. تعالى يا سماح انا عايزك. عايز اعرف بقى ايه الحكايه بالظبط. حكايتي ايه؟ حكايتي ازاي؟ حكايه الخلفه سماح، احنا بقى لنا سنه متجوزين دلوقتي. ايه تحبي تروحي للدكتور؟ انا رحت الدكتور. امتى؟ من فتره. وقال لك ايه الدكتور؟ قال لي قال لك ايه يا سماح؟ قال لي اني ما بخلفش. ما بتخلفيش؟ دي الحقيقة اللي كنت خايفة صرحك بيها من ساعة ما عرفت. عرفتي الكلام ده من امتى؟ من فترة، وباخد علاج. وازاي ما تقوليش؟ أنا أصلي كنت شايفاك مش مهتم وما رضيتش أنكد عليك. كنت دلوقتي شايفاني مبسوط؟ أنا آسفة يا مختار. آسفة على إيه؟ أنت مالكيش ذنب. أنا اللي حظي هباب. لو عايز تتجوز عشان تخلف أنا موافقة. التخريف اللي بتقوليه ده، ده حقك يا سي مختار، وأنا ما أقدرش أمنعك منه، بس أرجوك خليك جنبي. أنا ما صدقت يبقى ليا بيت وأهل بيحبوني. أنا ماليش غيرك في الدنيا، خليك جنبي حتى لو أعيش خدامة تحت رجليك. قوم يا سماح، قوم اقعدي هنا. إيه اللي بتقوليه ده؟ سماح أنا بحبك، بحبك مهما حصل، وعمر ما هتخلى عنك. ربنا يخليك ليا يا سماح. بعدين انت مش بتقولي انك بتاخدي علاج؟ ايوه بقالي شهور. يعني ممكن يجيب نتيجه وتخلفي؟ احتمال اه واحتمال لا، وكله باذن ربنا. انت هتخلفي ولازم تخلفي، انا عايز اجيب منك عيل. وانا عايز اكتر منك والله، بس اعمل ايه؟ دي اسمتي ونصيبي حبيبتي. ضروري في حل. اه الطب اتقدم واكيد في علاج سريع لحالتك، حتى لو هتكلف ملايين، احنا معانا فلوس كتير قوي. للدرجة دي بتحبني؟ بحبك يا سماح، انت اهم انسان عندي في الدنيا. بحبك قوي ونفسي اخلف منك قوي. وانا نفسي قوي وحياة ربنا، بس اعمل ايه؟ فرحتي كده دايما مقطومة، عمري ما فرحت على راحتي، دايما تيجي حاجة في النص تنقص عيشتي. وكلكم وعدم خلفتي منكم تاني. يا حبيبتي اطمني، من بكرة الصبح هعرضك على أكبر دكاترة في البلد، ولو حكمت هسفرك في أحسن حتة في الدنيا. أنا آسفة يا مختار. أنا اللي آسف، أنا بسؤالي اللي فتحت جرحك. أنا خارج يا حبيبتي، عايزة حاجة؟ على فين؟ عندي ميعاد مهم جدا تبع الشغل. شغل إيه يا سعد؟ مش كفاية كنت عند مامتك الصبح؟ أنت هتعدي ورايا يا حبيبتي ولا إيه؟ أه بالحق فكرتيني، بيكلمي ماما ونورا عشان زعلانين منك قوي، أصلك ما اتصلتيش تباركلهم على ياسين. هما اللي زعلانين؟ أنا اللي زعلانة، قال لما في واحدة منهم فكرت تتصل تباركلي على حملي. معلش هما بس تلاقيهم ملخومين بالعكروت الصغير، أول ما يروقوا هيكلموك يباركولك على طول. لما نشوف. يلا سلام. على فين يا سعد؟ مش أنا قلت لك عندي ميعاد مهم تبع الشغل؟ يعني هو الشغل أهم مني؟ يا حبيبتي قلت لك 100 مرة قبل كده مفيش أي حاجة في الدنيا دي أهم منك، بس هنعمل إيه بقى؟ أكل العيش، المام. طب إيه رأيك لو ما تاكلش عيش النهاردة؟ طب عايزاني أعمل إيه؟ تقلع وتلبس البيجامة الحمراء. أبوس إيدك بلاش البيجامة الحمراء، خلاص واضح إن أنا نجمي مش راكب معاها. طب خلاص خليك زي ما أنت، بس خليك جنبي لحسن أنا حاسة بمغص ودوخة فظيعة قوي، شكل الوحم شدد النهاردة وحاسة إنه هيغمى عليا وأنا لوحدي. ألف سلامة عليك، اللهم صل على النبي، ده واضح إن أعراض الحمل شغالة، الله ينور. خلاص خلي بقى عندك قلب وخليك معايا أنا وابنك. ماشي والله ما انا كسفك، بلاها اكل عيش النهارده. احنا بقى نطلب دليفري ونجيب فيلم دي في دي حلو كده ونقعد نتفرج عليه، ايه رايك؟ اوكي. اه حاسه ان الوحم شدد عليا قوي النهارده. طب قولي لي يا حبيبتي بقى،
انتي بتتوحمي على ايه؟ مش هتصدق. ايه فول حراتي مثلا؟ فول حراتي ايه يا سعد؟ انا برضو هتوحم على الحاجات القرديحي دي. وحتى الوحم فيه طبقات برضو؟ اه طبعا. طيب يعني قوليلي بقى، بتتوحمي على كباب وكفته ولا استاكوزا؟ هو انت كده على طول همك على بطنك؟ بطني ايه؟ ما انت لازم تتوحمي على حاجه بتتاكل. لا مش بتتاكل. امال ايه؟ بتتشرب؟ ولا بتتشرب. امال ايه يا رشا؟ ما تحيرنيش. بتتلبس. لا والله. بتتوحمي على حاجه بتتلبس ازاي يعني؟ اهو ده عقد. عقد الماس حر ثمنه 150,000 جنيه بس. يا دي الخيبه، بتتوحمي على ده؟ اه ماشي، ليكي عليا بقى يا ستي. اجيب لك واحد اخوه بالظبط من عند الواد بتاع الاكسسوارات صاحبي ده. انا عايزه العقد ده عشان ماركه. ماركه ايه؟ ده انت لسه قايله بلسانك دلوقتي ب 150,000 جنيه. يعني كتير على مراتك حبيبتك وابنك اللي بتترجم الدنيا؟ ما عشان خاطر ابننا اللي بنترجم الدنيا ده لازم نحافظ على فلوسنا، لحسن ابننا ده يجي الدنيا يلاقينا مفلسين من كتر بعزقتك انت. يعني انت عايز ابنك يجي ويطلع في قفاه وحمه على شكل عقد؟ وايه اللي هيجيب حاجه زي كده بس؟ يعني انت ما تعرفش ان الحامل لما تتوحم على حاجه وما تجيلهاش يطلع البيبي فيه وحمه على شكل الوحم اللي ما جاش؟ طيب ما انا قلت لك هجيب لك عقد زيه بالظبط بس اكسسوار. يعني ايه يا سعد؟ يعني انا اتوحم على فراخ تقوم تروح تجيب لي بطاطس بطعم الفراخ وتقول لي دي فراخ؟ يا ريتك اتوحمت على فراخ، والله العظيم كنت جبت لك مزرعه فراخ هنا، على الاقل كنا كلناها سوا بدل العقد ده هتلبسيه لوحدك. يوه انت بخيل قوي. وانت مبذره قوي بصراحه. يعني انت مش فارق معاك ان ابنك يطلع فيه وحمه على شكل عقد في قفاه؟ ومين قال بس انها ممكن تطلع في قفاه؟ مش جايز تطلع في بطنه او في اي حته تانية من الدريه. وانت بقى ساعتها كده هتبقى مرتاح؟ لا ساعتها هعمل له عمليه تجميل بس هتكلفني اقل بكتير من ثمن العقد ده. ها ايه رايك؟ جميله قوي. انت اجمل يا حبيبتي. مش تقولي له ميرسي؟ ميرسي يا بابا. الله البوشة الجميلة. ما كانش لزوم انك تكلف نفسك كده يا اشرف. لا ازاي بقى؟ عيب تقولي كده، انت ما تعرفيش حياة غالية عندي ازاي؟ بجد؟ طبعا. عارفة الفترة اللي قعدتها معانا في البيت؟ قربنا من بعض قوي، لدرجة اني بدخل بيت وما بلاقيهاش بحس ان في حاجة ناقصة. دي قصة حب بقى وانا مش دريان. فعلا. بنتك تتحب وتدخل قلب تمام، زي عمر ابني بالظبط. عارفة؟ وانا بكلمها بحس اني قاعد معاها. هو عمر اخباره ايه دلوقتي؟ الحالة لسه حرجة. لسه ما لقوش القلب المطلوب. لا ربنا يرجعه لك بالسلامه ان شاء الله. يا رب. نفسي قوي نفسي نرجع انا وهو ومامته زي زمان. حقيقي هي هدى اخبارها ايه؟ بقالي فتره ما بزورهاش. ليه كده؟ المفروض انك تكون جنبها. انا عارف اني المفروض ابقى جنبها بس هي رافضه تقابلني، وقالوا لي انها حاولت الانتحار مره تانية ولحقوها. لا ربنا يرجعها لك يا عمر بالسلامه ان شاء الله. يسمع من بقك ربنا. يا سعد بيه، هو حضرتك هتيجي امتى؟ لا ابدا، اصل في شغل كتير متاخر وعمليات كتير قوي عايزين ننفذها. ايوه مستنيين راي سعادتك. يا طارق اتصرف انت، انا موكلك بدالي. لا لا مش هقدر اجي النهارده يا عم، ده انت صاحبي من زمان وثقه. طيب ماشي، هكلم انا مندوبنا في البورصه واقول له ينفذ كل طلباتك. يلا سلام. يا حبيبي اهو انت كده بتحبني بصحيح. يا حبيبتي انت عندي اغلى من اي حاجه. ربنا يخليك ليا يا رب. الا اقول يعني هي المسقعه دي ناويه تخلص امتى؟ على وشك. روحي بس انت ارتاحي شويه وانا دقايق وهيكون الاكل جاهز. طب يا حبيبي يا روح قلبي ما تسيب روز تكمل الطبخ. لا ابوس ايدك، روز ايه دي في لبنيه. يعني بلاش في الاكل بتاعنا ده خالص. وبعدين انت حامل يا حبيبتي، وانا ما اضمنش يعني اكلها ممكن يعمل فيكي ايه، اصلها بتعمل اكل ما يتاكلش. يعني بصراحه اكلها غريب شويه. لا مش شويه، لا اكلها غريب جدا. طيب انا بس عايزه اسال سؤال، يعني انت هتقعد تطبخ كده كل يوم؟ لا ما تقلقيش، على فكره انا طباخ بريم وعجبك. طيب وشغلك؟ لا ما انا ماشي كل الشغل بالتليفون ده، بس لغايه ما اجيب طباخ يكون نفسه حلو. حبيبي يا سعادتي حبيبتي. انت اللي حبيبتي يا رشرون. اسم يا سعد السكينه هتعورني. الف بعد الشر عليك يا حبيبتي، ان شاء الله. انا ايه يا بنت؟ دوري وشك الناحيه الثانيه. الله، الواحد ما يعرفش ياخد راحته مع مراته في بيته ولا ايه؟ بس يا سعد دي في لبنانيه مش فاهمه حاجه. لا يا روحي، اصل اللي احنا بنعمله ده لغه عالميه، والقروبه دي تلاقيها فاهمه كل حاجه. We'll be right back.
والله ولايق عليك المكتب قوي يا طريقي. هو ده الشغل واللي بره. اطلبي لي واحد قهوه مظبوط ومعاه كوبايه ميه ساقعه بتترعش. ماشي يا سعد ماشي. الدكتور قال ان الامل في حملها ضعيف جدا، ان ما كانش معدوم. قول لي يا مختار، الدكتور ده كويس؟ احسن واحد في مصر، كشف عنده بالشيء الفلاني وبالحجز كمان. طب ليه ما خدتش رايه انك تعالجها بره؟ بيقول لي الأمل ضعيف جدا لأن حالتها نادرة، بتحصل واحد في الألف. يا للدرجة دي؟ شفت النحس يا عم نديم. طيب ناوي تعمل ايه؟ مش عارف. معلش معلش يا مختار، ما تزعلش نفسك، أكيد في حل. لو ما كانش ظهر النهاردة هيظهر بكرة، العلم كل ساعة بيتقدم. أنا ما عنديش مانع أصبر وأستنى، بس أعرف قد إيه؟ سنة سنتين قد إيه؟ لا بقى، دي حاجة في علم الغيب. من ساعة ما عرفت الخبر ودماغي عمالة تجيب وتودي. في إيه؟ في المال اللي عمال بجمعه ده. بجمعه ليه ولمين؟ وأنا ماليش وريث. الله، هو في إيه يا مختار؟ مش أنت سليم؟ يعني إيه؟ يعني العيب منها مش منها. أنا الحمد لله سليم. خلاص جدد فراشك يا أخي. إيه؟ أنت عايزني أتجوز على سماح؟ قال يعني الواد مش بيتجوز عليها. يا راجل ده أنت كل يوم مع واحدة، ده دفتر العرفي ما بيفرقش جيبك. أيوة بس دول حاجة طياري كده، إنما سماح هي الشرعي وهي الأصل وهي اللي في القلب، ولو أخلف عيل لازم يكون منها. الله، واذا كان ربنا مش رايد انك تخلف منها تعمل ايه يعني يا مختار؟ تحرم نفسك ان يكون لك وريث وتبقى اب؟ اعمل ايه يا نديم؟ احتار. انت اللي محير نفسك، ده حقك وشرع ربنا. انت مش ليك انك تتجوز اربعه. لا 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 لا، سماح كده هتتعب قوي. لما هتكبر وتحتاج لسند صدقني يا مختار ساعتها هتندم، ومش هتفكر في سماح اصلا. حاسه اني اتسرعت في جوازي من نديم. لا، نديم بيحبك ورايدك وشريكي، بس مش ليا لوحدي. صحيح مراته الاولانيه حامل منه، بس في النهايه هو جوزك انت كمان، وبدل الفلوس ما تضيع عليكي عيشي تحت جناحه في خيرك بدل المشاكل دي كلها. تفتكري هيفضلني عن امي؟ خلاص احملي منه انت كمان. عايزاني اغرس نفسي اكتر يا ماما عشان تعرفي تحافظي عليه. مش عايزاه. امال اتجوزتيه ليه؟ كانت عيني فيه بس. طب وايه بقى اللي غير رايك دلوقتي؟ كدبه وخيانته ليا. انا كل اللي كان نفسي فيه اني احب واتحب، يكون لي حبيب لوحدي محدش يشاركني فيه. كتير صعب. حقك يا بنتي، ما هو ده امر طبيعي. ما هو الطبيعي ده بقى مش راكب معايا. معرفش ليه جوزي الاولاني بصباص وعينيه زايغه، وده كان سبب طلاقي منه. الحاج عبد الستار الله يرحمه متجوز ومخلف رجاله كبار. نديم الزفت مراته هتجيب له عيل. أنا بقى حظي عامل كده ليه؟ مقدر ومكتوب يا بنتي، دي قسمة ونصيب. نصيبنا اللي بنرضاه لنفسنا ياما، مش اللي بيتكتب علينا. تمام يا فندم. خير يا عسكري. المزن مصطفى بقاله يومين مضرب عن الطعام وما بيخرجش من زنزانته. مصطفى؟ يلا.
ايه يا مصطفى؟ انت مش عايز تاكل ليه؟ كمان مش عايز تتكلم؟ ملوش لازمه. هو ايه بس اللي ملوش لازمه؟ هل لي عندك ثقة في رحمة ربنا؟ ده هو الوحيد اللي قادر ينجيك في آخر لحظة. مش باين. ليه؟ خلاص ما بقاش عندك ثقة في رحمة ربنا؟ استغفر الله العظيم. ربنا رحيم وعادل. إنما عبيده هم اللي ظلموا ما لهمش أمان. قلت لك اطمن. أنا قمت لك محامي وهيرفع قضيتك للنقض. كتر خيرك يا بيه. معقولة يا مصطفى؟ معقولة بعد كل اللي بعمله عشانك اسمع ان انت مش عايز تاكل؟ ماليش نفس. لا، لازم تاكل، لازم تاكل يا مصطفى عشان تعيش. اعيش؟ اعيش مستني الموت؟ انتظار الموت يا بيه اصعب من الموت نفسه. وبعدين انا خلاص هخلص نفسي بنفسي، هروح للموت برجليها بدل ما انتظر يجرجروني لحد حبل المشنقة. بس اللي بتعمله ده اسمه انتحار. انت عايز تموت كافر؟ مش كفاية خسرت دنيتك، كمان عايز تخسر الآخرة؟ ربنا رحيم وعالم بحالي، وأنا متأكد إن لو رحت له هيرحمني، لأن هو الوحيد اللي عارف إني مظلوم، ولأني عشت في الدنيا دي بريء ومحدش رحمني. يا مصطفى ساعدني، ساعدني عشان أعرف أساعدك. لا يا بنت، كتر خيرك أوي لحد كده. وانا بصراحه كان نفسي اعيش لحد ما رد لك حاجه يعني من جمايلك، لكن ما بقاش في العمر بقى. يا اخي انت ليه ما عندكش امل؟ طيب قول لي حاجه واحده تخلي عندي امل. رحمه ربنا يا مصطفى، المحامي اللي وكلته لك، وقفتي جنبك، كل دي اسباب تخليك تعيش وتتفائل. وفي حد يا باشا بيلبس البدله الحمراء دي ويقلعها تاني؟ ايوه في. مش كل قضية زي التانية يا مصطفى، يمكن المحامي المرة دي يلاقي ثغرة ويخرجك بيها. يمكن ما يلاقيش ويعدموه. ما تخافش، مش هيعدموه. أنا مش خايف، مش خايف، بدليل إن أنا مضرب على الأكل عشان أروح للموت برجليا. يا أخي حد يروح للموت برجليه؟ مش أحسن ما استناه؟ أشرف بيه، أنا ليه عند حضرتك طلب أخير. أطلب يا مصطفى إيه؟ ابني اللي أنا لسه ما شفتوش، مش هيبقى له حد دلوقتي. يعني كل ما تلاقي نفسك فاضي كده أبقى شقر عليه، والخير اللي كنت عايز تعمله معاه يعمله معاه، وديك أهو بتزكي عن صحتك وعافيتك في اليتيم ده. هتعيش يا مصطفى، هتعيش، ومحدش هيربي ابنك غيرك. كل كل يا مصطفى، كل، وما تخلينيش انقلك في مستشفى واربطك في سرير وعيشك على محاليل. كل. تسيبني اموت؟ انت عايز مني ايه؟ تموت ليه يا اخي؟ هو انت اللي قتلته؟ لا والله العظيم لا، بس خلاص انا عمري خلص، احنا بنعافر في ايه؟ لازم تعافر، عافر يا مصطفى، لانك لسه عايش وعمرك ما انتهاش. افهم، اللي باقي من عمري تقيل قوي، مش قادر اتحمله. يا اخي اصبر، اصبر بقى، ده الصبر مفتاح الفرج. طب طيب خاطري، صبر ايه وفرج ايه؟ ده انا مرمي في زنزانه عليها بدل الباب 100، غير الترابيس والاقفال اللي عليا، وبدل السجان 1000، وجاي تقول لي صبر وفرج؟ قادر ربنا ينجيك زي ما نجى سيدنا يوسف. سيدنا يوسف نبي، انما انا انسان عادي. بس مظلوم يا مصطفى، وربنا بيستجيب لدعوه المظلوم. ادعي له، ادعي له عشان ينجيك. اثبت له انك عايز تعيش ولسه عندك امل فيه. كل، كل يا مصطفى. كله خلاص يا مختار باشا. تم الملعوب، تم اخر تمام، وحبايبك مشرفين في التخشيبه، والكباريه اتشمع بالشمع الاحمر. عفارم عليك، عفارم عليك، يا سلام. ها ولبستهم بقى مصيبه ايه؟ مخدرات ودعاره. الله عليك، اشجيني
زحلقت لهم شنطه فيها كام فرش حشيش عشان اثبت عليهم تجاره المخدرات. اه صح كده. والدهاره زقيت عليهم ثلاث حريم مليون ملف في الاداب وبلغت البوليس، ولما كبس على الكباريه الحريم اعترفت ان عمرو وبهاء هم اللي بيسرحوهم وعاملين بيهم شبكه كبيره قوي. واي شبكه؟ دي شبكه هتصطادهم العمر كله، غير الفضيحه بقى اللي هيعيشوا بيها بقيه حياتهم. انت تؤمر يا سيدي المعلمين. انت صرفت كام الفلوس اللي اديتها لك؟ كله. صرفت 10,000 جنيه؟ في ايه؟ كل حرمه قفشت باكوين عشان ترضى تتبلع على نفسها وتبات يومين في التخشيبه. ادي 6,000، وفين الاربعه الباقيين؟ اشتريت بيهم الحشيش اللي رميته في المكتب. معقول برضه. ماشي يا رجب، خد دول نظير تعبك ومجهودك ببركتهم كده. يخليك ليا يا مختار باشا ولا يحرمنيش منك ابدا. قلت ايه يا طارق بيه؟ انا شايف ان المبلغ قليل بالنسبه للخدمه اللي انا هعملها لكم. انت عايز كام؟ 3 مليون جنيه. 3 مليون جنيه مره واحده؟ مش كتير على هيشتري السهم بتاعكم اللي هيقع الارض وهيشيل بدلكم طين. ولا انتوا ناسيين الصفقات اللي انتوا عملتوها؟ لما تتعرف فضيحتكم هتبقى بجلاجل، مش كده؟ السهم بتاعكم هيبقى عامل زي ورقه الخص، مش هيبقى ليه قيمه. هتشتري كام سهم؟ كله. يعني هتشيل ب 10 مليون جنيه؟ وليا عموله 30%. اتفقنا. هتشتري امتى؟ هاخد 1.5 مليون كاش، والمليون ونص التانيين تكتب لي بيهم شيك يستحق الصرف بعد يومين. اشمعنى يومين يا طارق بيه؟ لان اليومين دول هم اللي هكون نفذت فيهم العمليه. اتفقنا. على خيره الله. انا شاكر جدا، كرم اخلاق حضرتك يا حضره الظابط. ده اقل واجب ممكن نعمله مع اشرف باشا. المهم ما تنساش تسلمني عليها مختار بيه. يوصل يا باشا، يوصل طبعا يا فندم. الا قول لي، انت ايه اللي عرفك بالاشكال الواطيه دي؟ ايه، انا ابن سوق يا باشا، والسوق بيلم فيه الكويس وفيه العاطب. على العموم انا بعت اجيبهم لك من الحجز، بس ارجوك تكون زياره سريعه لان الوقت متاخر ودي مش مواعيد زياره وممكن تبقى مسؤوليه عليا. طمن يا باشا، هبص بصه بس، بصه وهتكل على الله. تمام يا فندم، المتهمين اهم. طيب هسيبك براحتك يا مختار بيه. شكرا يا باشا. السلام عليكم. وحشتوني. الحقنا يا مختار. شفت اللي جرى لنا ايه يا مختار؟ كفى الله الشر خير. ايه اللي جرى؟ الحبسنا بتهمه دعاره ومخدرات، استغفر الله العظيم. ده انتوا حبايبي وده اقل واجب اقدمه لكم. هو انت؟ هو في حد ناويلكوا على نيه سودا غير انا؟ ولا يمكن؟ ما انتوا تاكلوا مال النبي. حرام عليك يا اخي، ضيعتنا ليه كده؟ امال عايزين تضربوني على قفايا وتلهفوا 3 مليون جنيه واسكت؟ بس احنا ما شوهناش سمعتك ولا ضيعنا مستقبلك. اه، كل الحكايه ان احنا قلنا نقلبك في قرشين، اعتبرها يا اخي برتيتة قمر وانت خسرتها. انا اقلب 10 منكم انتوا الاثنين على الجنبين واسويهم كده يا جرات. احنا اسفين. حقك علينا، حقك علينا. ولو عايز فلوسك يا مختار، ها؟ هكتب لك مبايعة أنا وعمرو على بيع المحل. لا 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 لا، استغفر الله العظيم. ليه تهزق نفسك؟ ليه تذل نفسك كده؟ المحل، المحل اتشمع بالشمع الأحمر. وأنتوا سندكوا سودا إن شاء الله. والفلوس بقى اللي أنتوا هبشتوها مني، اعتبرت إني خسرتها في القمار. وربنا يعوض عليا يا رب. عملتها عشان تشمت فينا يا مختار؟ أنتوا اللي ابتديتوا. والعين بالعين والسن بالسن والبادي أصلا. صباح خير. صباح النور. يا ترى حاجه كوثر موجوده؟ ايوه موجوده، نقولها مين حضرتك؟ نعم. حاضر يا فندم، اتفضلي حضرتك. الله يرحمك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. مين حضرتك؟ انت يمكن ما تعرفينيش وما شفتنيش قبل كده، بس اكيد سمعتي عني. سمعت عنك فين؟ انا نعمة سيد مجاهد، مرات الحاج عبد الستار الثانيه.